طيب عمليه الحمل نفسها هل هي حضرتك قلت انها بتتاثر حسب هرمونات اه هرمونات وحسب انتظام الدوره الشهريه عايزين نعرف هل في ناس انتظام يعني الدوره الشهريه المفروض تنتظم كل كل 28 يوم كل شهر كل شهر ونص آه ولا مش مشكله اه كويس حاجه ان انت جبتي الموضوع ده لان في ناس مخدوعه ان الدوره لازم تيجي يعني هي 28 يبقى 28 اذا اخرت يوم تبقى عندها تقولك مشكله ملخبطه ملخبطه ايه هي القصه الصح ان هي بتيجي يعني خلال إيه اسبوع يعني بمعنى واحده بتجي لك كل 28 اذا جات لها كل 32 المره اللي بعديها عادي طالما وذن يعني في خلال اسبوع يعني تقدم اسبوع تاخر اسبوع مفيش مشاكل دي اسمها منتظمه دي كده منتظمه اه وفي ناس بقى بتجي لها كل 28 بس مش كلهم كده نعم. وفي واحده بتجي لها كل 30 واحده بتجي لها كل 32 واذا كل منتظم يومين بدرت يومين مش مشكله بقى اسبوع بقول لك وذن اسبوع زاد عن اسبوع اه في بقى يعني. قلت عن اسبوع يا فاهماني طيب. يعني بتجي لك كل 18 يوم طب ايه اسباب بقى لو لو بتتاخر وبتقطع بفترات ايه اسبابها يا دكتور لا في اسباب كتير قوي يعني في اسباب ممكن زي ما احنا قلنا نفسيه مم. يعني التفكير الكتير ده وده بيبقى بيلعب في الهرمونات اللي فوق ديت في اسباب ممكن تكون في نفس المبيض نفسه زي مم. حاجه موضوع اسمه تكيسات على المبيض يعني بيبقى هو طبعا اسمه ده غلط اصلا عباره عن يعني اكياس صغيره كده هوات البويضات ما بتكبرش بس عشان يحصل حمل لازم البويضه توصل 20 مللي البويضة بتبقى أقل من 10 مللي وبيفضلوا كلهم صغيرين كده فاسم تكيسات هو مش كيس يعني بس هو مم. بيرعب الناس ده اسمه كسل في المبيض أو خمول في المبيض طبعا الحقيقة الواحد طول ما هو عايش في الدنيا بيسمع ناس كتير جدا بتقول المشكلة دي آه. وكأنها بقت ظاهرة منتشرة جدا وموجودة بشكل كبير جدا في البنات